فين الخونة؟ فين بقى الإخوان في وسطنا؟ هل إحنا حاسنين النية لدرجة إن إحنا سايبين الأمور تمشي بالبركة، واللي يطلع يكتب في الشروق ويحرض، واللي يطلع يكتب هنا ويحرض؟ هل في إهمال في التأمين؟ زي ما المصر اليوم نشرة بكرة بتقول إنه النائب العام كان قد طلب من الداخلية إن هم غيروا العربية بتاعته المصفحة بعربية تانية تتواكب مع ما يحدث من تهديدات. كل دي أسئلة مهمة، كل دي أسئلة لازم يترد عليها. دي مش بس أسئلة ولا كرسي في الكلوب، دي أمانة، أمانة في رقبتنا حملها لنا هشام بركات النهاردة، وكل دم غير هشام بركات، أمانة في رقبتنا لأنها صورة البلد اللي لازم تفضل قوية وحصينة. فاهمين وعارفين وحافظين ومقدرين ومذاكرين كل العبارات بتاعت إنه محدش يقدر يمنع الجريمة، وإن الإرهاب هيفضل يضرب، وده كان خيارنا كلنا، اخترنا ده في 30/6 لما طلعنا نشيل الإخوان. عارفين إن الإرهاب مكمل، وعارفين إن ده مش هيختفي في يوم وليلة، وعارفين إن إحنا هنفضل نتلقى الضربات، وعارفين إن في تونس حصل كذا واحد فضل ماشي بالسلاح 30 دقيقة، وعارفين إن في الكويت في مسجد اتفجر، وعارفين إن في فرنسا حصل إرهاب، وفي أمريكا بيحصل إرهاب، ولندن بيحصل إرهاب، وأعتى الأجهزة في العالم لن تستطيع أن تمنع العمليات الإرهابية. لأن الإرهاب زي الحرباية بيتلون ويضرب ويهرب للجحر زي الجبنة. بس برضه في نفس الوقت لازم نعرف ونفهم إن الضربة ما ينفعش تحصل بسهولة، لأن الضربة لو طالتنا بسهولة تبقى خيبة، خيبة تاكل من عزيمتنا وتاكل من هيبة الدولة. خلي بالكم وحطوها حلقة في ودنكم، الرد لابد أن يكون مش قاسي، لكن لازم يكون على مستوى الحدث. دول كلمتين كده خلونا نحفظهم ونحطهم في برواز علشان نعرف هنتعامل مع ايه. قبل بقى ما نكمل مع بعض الجرايد والمتابعات واخر الاخبار والتفاصيل اللي حصل النهارده، خلينا نروح لزميلتنا مراسله النهار اليوم امل صالح، نشوف معاها اخر التطورات اللي موجوده قدام مستشفى النزهه. مساء الخير يا امل. نعم دسوقي، نحن الآن متواجدون أمام المستشفى التي نقل إليها السيد هشام بركات النائب العام. الأوضاع الآن مستقرة تماما بعد يوم حافل بالأحداث، بعد نقله إلى المستشفى العام ويعني تلقيه العلاج على يد الأطباء، ولكن يعني سهم الله نفد كما يقال. الآن الأنباء المتواجدة أن الجثمان سيظل داخل المستشفى حتى صباح غد، في 9 صباحا تحديدا سيخرج الجثمان إلى مسجد المشير طنطاوي ليشيع من هناك بعد صلاة الظهر تحديدا، ولكن لم يتم تحديد حتى الآن أين سيدفن، هل سيدفن في قريته مسقط رأسي أم سيدفن في مدافن أخرى. نحن منذ صباح اليوم متواجدون أمام المستشفى نتابع كافة التطورات والأحداث حتى الإعلان الرسمي عن الوفاة في تقريبا الساعة 5 عصرا. نعم. أمل، هل في أي أخبار عن الحالة الصحية لطاقم الحراسة أو اللي كانوا مرافقين لسيادة النائب العام الأستاذ هشام بركات رحمه الله في أثناء الحادث؟ نعم، هناك 6 مصابين تحديدا من طاقم الحراسة، 5 مصابين منهم من المجندين أصيبوا إصابات طفيفة وفقا لبيان وزارة الصحة، بشظايا وحروق طفيفة في الجسد، وتم نقلهم من مستشفى هليوبلس إلى مستشفى العسكري هنا بمدينة نصر. إلا أن الحقيقة يعني رئيس طاقم الحراسات هو الحالة الوحيدة الحرجة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمتواجد حتى الآن في مستشفى هليوبلس. يعني لا توجد معلومة واضحة ورسمية عن مدى سوء حالته، ولكن الأكيد أن حالته الصحية متدهورة. نعم. هل في أي حد من السادة المسؤولين أو أي حد من الشخصيات العامة زار المستشفى الفترة الأخيرة أو على مدار اليوم؟ ندي للناس كده ملخص بمين أبرز الناس اللي راحت عند مستشفى النزهة، أو حد حاول يزور المستشار هشام بركات في لحظاته الأخيرة؟ ربنا يحفظك،
نعم 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 يعني إذا أردت البدء منذ بداية اليوم، بالطبع كان هناك تواجد كبير ومكثف من الشخصيات العامة وشخصيات الدولة. في صباح الباكر جاء وزير العدل بصحبة عدد من الوزراء، يعني وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة جاءوا صباحا، يعني فور نقل نائب العام إلى المستشفى. يعني بعد الظهر تقريبا في الواحدة ظهرا تحديدا جاء وزير الصحة بمرافقة بعض الوزراء كوزير النقل ووزير التكنولوجيا والمعلومات. بالطبع جاء لفيف من القضاء وأفراد من الأمن العام، أيضا كانوا متواجدين بالمستشفى. حوالي الساعة 4 عصرا السيد إبراهيم محلب رئيس الوزراء جاء في 4 عصرا بصحبة وزير الصحة. يعني في البداية كانت هناك تصريحات متضاربة حول حالة الصحية أو يعني الوضع الطبي لسيد النائب العام، ولكن في 5:30 تحديدا تم الإعلان عن أنه وفاته المنية. حاولنا بالطبع الاقتراب أكثر ومعرفة وأخذ تصريحات من المسؤولين، ولكن الوضع كان درامي جدا ومأساوي جدا، ولم يستطع أحد التحدث معنا اللهم وزير الصحة، والذي تحدث في بداية النهار عن أن الوضع الصحي مستقر، ولم يتم الإعلان عن الوضع الصحي الكامل لإصابة سيد النائب العام. بالطبع وفاته المنية إصابة وتأثرا بجروحه، والتي كانت تهتكا في الصدر والكبد ونزيف داخلي في الأمعاء، وعليه وفاته المنية في 5:30. هنا كانت هناك بعض المشاهدات التي توحي بأن يعني الحادث تطور إلى شكل مأساوي. كان هناك بعض حالات الصراخ من النساء رأيناها وسمعناها بأنفسنا. كان هناك حالة من البكاء من بعض الأفراد، يعني لا نعلم إذا كانوا من أفراد القضاء أم من أفراد عائلته، ولكن الأجواء كانت درامية قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي عن وفاة النائب العام متأثرا بجروحي. بشكرك جدا. نعم. زميلتنا أمل صالح مراسلة النهار اليوم من أمام مستشفى النزهة، المستشفى اللي كان موجود فيها المستشار هشام بركات وطاقم الحراسة بتاعه، وزي ما أمل شرحت لنا كده آخر أو مفصل لليوم منذ بداية دخول المستشار هشام بركات رحمه الله إلى المستشفى حتى لحظة إعلان الوفاة. على المستوى اللي احنا اتكلمنا فيه بتاع أنه المصريين بيحسوا بالخطر، وعلى مستوى حالة التماسك الشعب اللي بتحصل وقت الضربات، في مستوى تاني بس ده مستوى خايب الحقيقة، مستوى بيعبر عن الخيبة التقيلة. بنتكلم فيه عن الناس اللي هم بالنسبة لهم اللي حصل النهاردة من عملية إرهابية لاغتيال النائب العام المصري، بيتعاملوا معاه لأنه مقالة أو مشهد من فيلم يحتمل أن يكون وجهة نظر يقول فيها رأيه. لا يا حبيبي، مش وجهة نظر. مسألة اغتيال نائب العام في عملية إرهابية بهذا الشكل الضخم والكبير ما ينفعش تعامل معاه على إنه وجهة نظر، دي خيبة تقيلة تتحط جنبها جنب الخيبة الأتقل بتاعة مجموعة من السياسيين والنشطاء اللي لسه طالعين برضو ينظروا في مسألة إنه هم مين قال لكم إن الإخوان ورا اللي حصل ده؟ أنتوا ليه بتتهموا الإخوان بإن هم ورا العمليات الإرهابية؟ أنتوا ليه بتقولوا إن الإخوان هم اللي سبب العنف؟ أنتوا ليه بتسرعوا في اتهام الإخوان؟ لا حبيبي، إحنا ما بنسرعش بنقول أي حاجة. وخليني أقول لك يا حبيبي كده عشان أكون هادي. التفكير بهذه الطريقة اللي بينضم إليها برضو مجموعة من النشطاء والسياسيين بتوع المصالحة والتوافق، وإن اللي حصل ده عملية انتقامية، وإن اللي حصل ده كاس وداير ولازم كلنا نشرب منه، ما ينفعش. اللي حصل النهاردة عملية إرهابية ما لهاش علاقة بمسألة بقى انتقام أو رد فعل أو مش رد فعل. اللي حصل النهاردة ضرب في أساس الدولة اللي ما ينفعش حد يهوب من ناحيته ويرجع سليم. بمعنى أصح وبمعنى أكثر صراحة، لو انت بتفكر بهذه الطريقة بتاعت انه المسألة وجهات نظر ونتكلم فيها، او انه اللي حصل النهاردة ينفع نتكلم فيه ونقول التوافق والصلح ونقعد على ترابيزة واحدة ونتكلم، لا. ولو بتفكر مع الاخوان بانه الاخوان ابرية وما عملوش الكلام ده كله، وبتفكر مع انه احنا بنسرع في اتهام الاخوان بانهم وراء الارهاب، لو بتفكر في الحاجات دي وبتعتبرها مسألة وجهات نظر ممكن نتناقش فيها اصلا او فيها نقاش، ولو بتفكر في فكرة الكلام اللي الإخوان بيقولوه بيروجوه وبيقع في فخه عدد للأسف برضو من السياسيين والنشطاء اللي احنا بنحسبهم محترمين بقى يكلموك على فكرة، يا جماعة ما ينفعش كده. هو مش يمكن تكون أجهزة أمن هي اللي مدبرة هذه الحوادث؟ اللي بيفكروا بالطريقة دي أرجوكم عندكم مرض نفسي، لازم تروح تتعالج. ولو ما عندكش إمكانية العلاج
تعال لنا بعد الفاصل واحنا نعمل لك جلسة علاج مجانا. نروح لفاصل ونرجع بقى نعالج كل المرضى النفسيين سواء كانوا نشطاء او سياسيين او اخوان. نشوفكم بعد الفاصل.